شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم في الايام القادمه تمر علينا ذكرى وفات اعظم شخصيه عرفتها البشريه بل اعظم شخصيه عرفها الوجود كله وهي شخصيه خاتم الانبياء محمد وحديثنا في هذه الليله يدور حول جوانب من عطاء النبي الاعظم صلى الله عليه واله للعالم نتناول باذن الله تعالى هذا البحث ضمن فصول ثلاثه الفصل الاول حل المشكله العقائديه الفصل الثاني حل المشكله النفسيه الفصل الثالث حل المشكله العمليه قبل ان نبدا بالفصل الاول نقدم مقدمه قصيره وهذه المقدمه هي ان البشريه في تاريخها الطويل ما تخبطت في شيء كما تخبطت في القضيه العقائديه او العقديه ما هو السبب في هذا التخبط السبب في ذلك ان الانسان يالف معادلات عالم الشهود ويعيش هذه المعادلات قضيه العقيده تتعلق بعالم الغيب بعالم اخر يختلف في معادلاته عن معادلات عالم الشهود. هذه المعادلات التي تحكم عالم الشهود. تؤطر تفكير الانسان. وتوجه تفكيره. وتحدد تفكيره فعندما يريد ان يتعامل مع عالم الغيب يتورط في احدى مشكلتين خطيرتين المشكله الاولى هي مشكله التعطيل والمشكله الثانيه هي مشكله التشبيح يرى ان هذه المعادلات الماديه التي تحدد تفكيره لا تنطبق على عالم الغيب فيتورط في إنكار عالم الغيب بالمرة، ويقول أين الله؟ ينكر الألوهية، وينكر النبوة، وينكر الامامه وينكر المعاد عندما ذهب الانسان الى القمر كان منطق كثير من الشيوعيين انه ذهبنا الى القمر ولم نجد الله سبحانه وتعالى. اذا كان الله موجودا فأين هو؟ هذا يتعامل مع الحقيقة الإلهية يريد ان يتعامل مع هذه الحقيقة كما يتعامل مع ظاهرة مادية. فيتورط في مشكله التعطيل كما تورط الملايين من البشر في هذه المشكله هذا الفيلسوف الغربي الملحد الكبير الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى يطرح مشكلة واهية وعلى أساس هذه المشكلة ينكر وجود الله، مشكلة نابعة من أنه ألف معادلات عالم المادة هذه هي المشكله الاولى وهي مشكله التعطيل المشكله الثانيه هذه المعادلات الحاكمه على عالم الماده تؤطر تفكيره ما يتمكن ينكر هذه الحقيقة التي تجلت في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وجدانه ضميره لا يسمح له أن ينكر هذه الحقيقة التي هي أكبر حقيقة في هذا الوجود فلا يتورط في مشكله التعطيل ولكن هذه المعادلات الماديه توجه فكره فيتورط كما تورط المليارات من البشر في مشكله التشبيه، يعتقد ان هنالك خالقا، وان هنالك الها، وان هنالك عالما وراء عالم الطبيعه ولكن المعادلات التي تحكم عالم الماده يطبقها على عالم الغيب. النبي الاعظم صلى الله عليه واله خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء من عطاء النبي صلى الله عليه واله للبشرية على مر القرون وعلى مر الدهور أنه حل هذه المشكلة المعقدة للبشر أنقذهم من مشكلة التعطيل وأنقذهم من مشكلة التشبيح عندنا في الأحاديث راجعوها أن تخرجه من الحدين حد التشبيح وحد التعطيل، إذا أردتم أن تلاحظوا كيف أنقذ النبي صلى الله عليه واله الفكر البشري من هذه المشكلة العقائدية المعقدة العويصة، قارنوا القران الكريم التوراه الانجيل ضعوها جنبا الى جنب الذي يعيش بجنب الفرات لا يعرف عظمه الماء نحن الذين عشنا في اجواء القران الكريم في معارف القران الكريم لعل الكثير منا لا يعرفون عظمة هذه المعارف ولكن تعرف الاشياء باضدادها خلوا التوراة وضعوا بجانبها الانجيل. وضعوا بجانبهما القران الكريم. اهنان تظهر روعة القران الكريم. ضعوا كتب الفلاسفة. ضعوا كتب افلاطون. وكتب سقراط. وكتب المشائيين وكتب الاشراقيين والذين اتبعوهم في هذه الامه لان هذا الخط لم ينتهي هذا الخط قائم الى الان ضعوا هذه المعارف بجنب معارف القران الكريم ومعارف النبي الاعظم صلى الله عليه واله، ومعارف اهل البيت الذين يمثلون الامتداد الحقيقي للنبي الاعظم صلى الله عليه واله، ورثة علم النبي. امير المؤمنين يقول: علمني رسول الله الف باب من العلم، يفتح لي من كل باب الف باب. قارنوا هذه المعارف تظهر لكم روعة معارف القرآن ومعارف النبي صلى الله عليه واله، أحد المؤلفين أجرى مقارنة لطيفة ولعلها مبتكرة فيما أعلم إحنا نقرأ في القرآن الكريم قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام تردون تعرفون روعة قضية يوسف في القرآن وضع سورة يوسف في عمود ووضع بجنبها قضيه يوسف في التوراه او الانجيل ايه مقابلها ايه طبقا لتعاقب الحوادث التاريخيه هذا في العمود الثاني طبعا التوراه والانجيل المحرفتان والا نحن نعتقد بالتوراه والانجيل ككتابين سماويين، ولكن هذه التوراه وهذه الانجيل الموجودتان الان لعبت فيهما يد التحريف. القصه القرانيه. في العمود الثاني القصه التوراتيه او الانجيليه. في العمود الثالث ملاحظات. واحد عندما يقرأ اية القرآن واية التوراة والانجيل يكتشف الفرق الكبير بين معارف القرآن ومعارف هذه الكتب، الانبياء في القرآن الكريم والأنبياء في الكتب المتقدمة، هذه ليست كتب، هذه معارف يعتقد بها الملايين من البشر حتى هذا اليوم. التوراة والإنجيل ليسا كتابين تاريخيين انتهيا، خط حاكم، هذه المعارف معارف حاكمة. لاحظوا قضية آدم. في القران الكريم. ولاحظوا قضية آدم في التوراة. لاحظوا سورة البقرة وَعَلَّمَ آدمَ الأسماءَ كُلّها. ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولاحظوا في قبال ذلك القصه التوراتيه نقرا في التوراه وسمع صوت الرب الإله يعني آدم وحواء في الجنة ماشيا في الجنة الله كان يتمشى في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة آدم وحواء راحوا اختبأوا في الأشجار في وسط الأشجار فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ الله الذي لا يعلم أين آدم هذا تصوير لله في التوراة ولاحظوا روعة القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم شلون تصوير في صلاة الغفيل نقرأ: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، حركة الحياة إلى الموت، وحركة الموت إلى الحياة، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، حركة الحياة إلى الموت، ولا حبة في ظلمات الأرض حركة الموت إلى الحياة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لاحظوا عظمة معارف القرآن. والتوراة تقول في سفر التكوين: في الإصحاح الثاني يقول: الله ما يعلم وين آدم، فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. في هذه القضية التوراة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الجهل. والبخل والكذب والحسد، تعالى الله عن ذلك. هذا اله التوراة، وهذا اله القرآن. التوراة المحرفة. نوح في القرآن. نوح نبي عظيم من انبياء الله سبحانه سوره نوح في القران الكريم تجي الى التوراه في سفر التكوين في الاصحاح التاسع يقول وابتدا نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. هاي التوراه التي يعتقد بها اليهود ويعتقد بها مئات الملايين من المسيحيين في العالم حتى هذا اليوم. نبي يسكر ويتعرى داخل خبائح هذا هو نبي القران وهذا هو نبي التوراة والانجيل المحرفتين. ابراهيم في القران بطل التوحيد. عجيب تمجيد القران لنبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. هواي القران يمجد بابراهيم، ابراهيم بطل. حتى اكو في الاحاديث قدموه في الصلاة على نبينا، كل الانبياء عندما تصلون عليهم تقولون على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. إلا في ابراهيم تقولون عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. طبعا نبينا أعظم من إبراهيم. ولكن هذا تقدير، لاحظوا القرآن، ولاحظوا التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر، في قضية مفصلة يقول: إن إبراهيم قدم زوجته سارة لفرعون بعنوان أنها أخته. ليكون له خير بسببها، وتحيا نفسه من اجلها، واحد شريف يسوى هذا العمل، فأعطاه فرعون ما ادري غنما وابلا وشاة، اكو واحد شريف يسوى هذا العمل، هذا نبي التوراة نبي اليهود ونبي المسيحيين لا نريد ان نخدش مشاعر اليهود او مشاعر المسيحيين ولكن هذه كتبهم التي يعتقدون بها لوط نبي عظيم من انبياء الله تعالى معصوم لا يرتكب خطا حتى خطا لا يخطئ مو لا يرتكب ذنب ولكن تعال الى التوراه في سفر التكوين في الاصحاح التاسع عشر في قضيه مفصله يقول انه شرب الخمر وزنى ببنتيه الكبرى والصغرى حتى يدوم نسلح من بنتيه هذا لوط الذي يعتقد به اليهود والمسيحيون. يعقوب النبي في القران الكريم نبي عظيم من انبياء الله سبحانه وتعالى. ولكن تاتي الى التوراه سفر التكوين. الإصحاح السابع والعشرين يقول يعقوب كان مخادع كذاب نبي الله اسحاق كان يريد ان يعطي بركة النبوة لابنه عيسو فجاء يعقوب وانتهز الفرصة عيسو مو موجود. وقال له قال لابيه انني ابنك عيسو فاعطني بركة النبوة. فقال اسحاق الصوت صوت يعقوب قلب شك. لطيف قبل كم شهر احد الاخوة كان جاي من امريكا. كان يقول قسيس مسيحي محاضرته كانت هاي انه واحد اذا قلبه الهمه بشيء لازم يعمل بالهام قلبه، كل محاضرته هاي كان، واستشهد بهاي القضيه. قلب اسحاق شك قال الصوت صوت يعقوب فالمسني يدك. يعقوب قدم ايده شاف يده مشعره بها شعر. فخدع وظن انه عيسو فاعطاه بركه النبوه هذا نبي الله يعقوب في التوراه وهذا القسيس يقول اذا كان اسحاق يعمل بالالهام اللي في قلبه ما كان يتورط في هذا الخطا الكبير ايها المستمعون اعملوا بالهام قلوبكم هذا النبي حقيقة، ولما علم إسحاق بذلك ارتعد ارتعادا عظيما، فقال لعيسو: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركة، إذا اسحاق ما كان يشوف لو عينه كانت ضعيفة الله ما كان يشوف هذا شلون نبي من قبل الله اللي تؤخذ نبوته بالمكر والحيلة والخداع أما سليمان فراجع الكتب المقدسة ففيها العجب العجاب بنى بيتا للاصنام، وتمرد على امر الله، وخالف امر الله. اليهود ليش يعملون هذه الاعمال الان؟ المكر اليهودي على مر التاريخ، البطش اليهودي، الارهاب اليهودي. ليش؟ هذا من منابعه. القضيه العقائديه لا تقتصر على العقيده العقيده قاعده العمل عندما انبياء اليهود مجموعه من المخادعين المكارين المحتالين لماذا لا يكون اليهود مخادعين ومكارين ومحتالين لا تظنون العقيدة قضية هينة، العقيدة يبنى عليها كل شيء. ونختم بالمسيح في الانجيل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم يقول في الانجيل في انجيل يوحنا في الاصحاح الثاني أن المسيح حول الماء خمرا ليشربه الناس هذا هو المسيح عنده وذاك هو المسيح في القرآن الكريم روح الله كلمة الله نبي عظيم من أنبياء أولي العازم وأمه صديقه فما أعظم حق النبي صلى الله عليه واله على البشرية. هنا أختم هذه النقطة الأولى بكلمة. هذه المعارف الحقه حملها بعد النبي الأعظم صلى الله عليه واله أهل بيته. اين المسلمون عن هذه المعارف الموجوده عند اهل البيت الفخر الرازي في تفسير الكبير عند كلمه لطيفه هاي الكلمه قراتها قبل فتره طويله في المجلد الاول في سوره الحمد في الايه الاولى مضمون كلامه يقول اختلف المسلمون في البسملة الآن أنتم لاحظوا صلوات الجماعة المسلمون مختلفون واحد يقرأ واحد ما يقرأ واحد يجهر واحد يخفت يقول هنالك الفخر الرازي رأي فلان كذا ورأي فلان كذا ورأي فلان كذا وأما رأي علي بن أبي طالب فهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وهذا هو المعتمد عندي رأي عليٍّ لقول النبي صلى الله عليه وآله ومن اخذ دينه من عليٍّ فقد هدي إلى صراط مستقيم. مضمون كلامه طبعاً. لأن قبل فترة طويلة أنا شايف كلام. إحنا نسأل الفخر الرازي فقط في بسم الله تأخذ رأي علي هذا هو. في المعارف الألوهية في قضية النبوة، في قضية الإمامة، في قضية المعاد، لا تأخذ دينك من علي. باعتباره امتداد للنبي الاعظم صلى الله عليه واله. تدرون الفخر الرازي ماذا يعتقد؟ تدرون الملايين من المسلمين الان ماذا يعتقدون؟ لانه لم ياخذوا دينهم من علي باعتباره امتدادا للنبي صلى الله عليه واله. لانهم تركوا اهل البيت، لانهم همشوا اهل البيت، اكو هنالك تهميش متعمد لاهل البيت. تدرون خط الاشاعره الحاكم ماذا يعتقد في الله؟ ماذا يعتقد في النبي، ماذا يعتقد في الامام؟ يقولون ان الله يقلب القلوب بين اصبعين من اصابعه. مشكلة التشبيه. يضع السماوات على اصبع، هاي السماوات كلها قائمة على اصبع من اصابع الله. والأراضين كلها على اصبع ثانية. ينزل الى السماء الدنيا، الخطيب قال: كما انزل انا من منبري درجة درجة. ونزل من المنبر، هالشكل الله ينزل. المسلمون المخلصون يعانقونه في الاخره، يعانقون الله، بل يعانقونه في الدنيا، هي عقيدة بعض عالم من علمائهم قال: أعفوني عن اللحية وكذا في الله، واسألوني عما وراء ذلك، لحية الله ما أعرف شلون طويلة، قصيرة، مدورة، مربعة، بس غير اللحية وكذا، أي شيء تحبون اسألوني عن الله. الله له وفرة سوداء. وفرة الشعر اللي يدل على الأذن هذا يقال له وفرة وشعر قطط يعني مجعد كالأفارقة وفي مكان آخر كأنه غلام تركي الله الذي يعتقد ورووا أنه اشتكى عينيه فعادته الملائكة والله اللي عنده عين فديوم معانا تعطب أيضا فتعوده الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وإن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد يصوت وتقارنوا هذه الأشياء بالمعارف الإلهية الموجودة في نهج البلاغة حقيقة نهج البلاغة كتاب مظلوم محمد عبده يقول مضمون كلامه في مقدمة شرحه على نهج البلاغة سنحت لي فرصه فطالعته في نهج البلاغه لعله كانت ايام غربته فتعجبت هذا نهج البلاغه بحر من المعارف كيف يصور الله سبحانه وتعالى لاحظوا الخطبه الاولى في نهج البلاغه هذه المعارف العظيمه في هذا النهج يقول في الخطبه الاولى من اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال علام فقد اخلى منه كائن لا من حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايلة إلى أخر الخطبة عمق المعارف الإلهية في نهج البلاغ وين من نهج البلاغ أين المسلمون من نهج البلاغ هذه الرواية انقلها أيضا ونختم بها الموضوع وندع الحديث عن بقية النقاط إلى حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. في كتاب الغارات المجلد الأول صفحة 112 يقول دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق اللحامين الإمام كان حاكم شعبي يدخل الأسواق يجلس في دكان ميثم التمار يعظ الناس ينصحهم فإذا هو برجل موليه ظهره رجل ظهره كان إلى الإمام فقال ذلك الرجل كلا والذي احتجب بالسبع. الواو واو القسم: كلا والذي احتجب بالسبع. فقال له امير المؤمنين: يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع؟ منو هذا اللي من مختفي وراء السماوات السبع؟ فقال رب العالمين يا امير المؤمنين الله فقال اخطات ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لانه معهم اينما كانوا بالقران وهو معكم اينما كنتم الله ما مختفي هناك فقال الرجل ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين شنو الكفارة قال أن تعلم أن الله معك حيث كنت تغير عقيدتك قال الرجل أطعم المساكين قال لا إنما واي عبارة لطيفة حلفت بغير ربك أنت ما حلفت بألله بأ هذا الذي يحتجب وراء السماوات السبع هذا مو الله هذا مو خالق هذا مخلوق عقلك أحيانا واحد يتصور في ذهن الشيء وهو مخلوق المخلوق وليس هو الخالق هذا المسكين يتصور أن هذا هو خالقه بينما هذا مخلوق المخلوق لان هو مخلوق وهذه الصوره الذهنيه مخلوقه اله، وهذا مو خالق، هذا مخلوق المخلوق. المعارف الموجوده في نهج البلاغه، المعارف الموجوده في الصحيفه السجاديه. المعارف الموجودة في دعاء عرفه، المعارف الموجودة في دعاء كوميل وما اروعه من دعاء هذه حقيقة كنوز لا يملكها الاخرون هذا جانب من عطاء النبي الاعظم صلى الله عليه وآله ومن بعده اهل بيته كامتداد له للعالم انقذ البشريه من المشكله العقائديه وانقذ البشريه من الوقوع بين الحدين الخطيرين حد التعطيل وحد التشبيه ونختم الكلام بهذه الرواية المروية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في الكافي في المجلد الثالث صفحة 220، الإمام يخاطب الراوي ويقول له: إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط، أعظم فجيعة حلت بالبشرية هي فجيعة فقد خاتم الأنبياء، هذا الوجود المعطاء فقد مثل هذا الوجود اعظم مصيبه حلت بالبشريه على الاطلاق، مو البشريه فقط، لاحظوا، فان الخلائق لم يصابوا بمثله قط، مو البشريه فقط، الملائكه لم يصابوا بمصيبه كمصيبتهم، بفقد خاتم الانبياء الموجودات كلها الخلائق كما يقول العلماء جمع محلى بال نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمزيد من الاستفاده من هذا الوجود الذي هو وجود خير وعطاء وبركه ونعز المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بهذه الفاجعه العظيمه وصلى الله على محمد واله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام وبين نور مشرق